اكيد وشرفتونا طبعا يا كابتن. كابتن مودي، يعني السكور كنا بنتكلم انه قريب قوي 68 66، وبنتكلم انه برضو السنه اللي فاتت كان فرق نقطه، خسرت على بالظبط. فرق نقطه. ببقى دايما عايز اسال، هو بيبقى فيه ايه في بالكو او بتقولوا ايه لبعض في الفتره دي، اللي هو خلاص المباراه قربت تنتهي انت وفي تاخر في النتيجه، وممكن يكون بقى في حاله من الخوف او القلق، او يعني لا ده اسم النادي الاهلي واحنا عايزين نفوز. بيبقى ايه اللي بيدور في بالك وقتها؟ في الوقت ده طبعا العقلية بتاعت اللاعب بتفرق يا اه كابتن. طبعا، ما انا عايز اقول حضرتك الحته دي، هي احنا السنه دي جبنا 2 لعيبه من الجزيره، عمر طارق وعمرو الجندي، وجبنا مهيب واحمد حمدي، ومودي الصغير ده كان في النادي الاهلي ورجع. يعني اللعيبه دي متعوده تاخد بطولات، في الوقت اللي زي ده بيفرق جامد قوي. في الوقت الاخير ده اللعيبه اصحاب الخبره بقى في الوقت ده. الخبرة اه بقى. بالظبط، هو عنده ثبات انفعالي بيقدر، عشان احنا السنه اللي فاتت ممكن يكون خسرنا في الوقت ده بسبب كده، ان يعني الاتحاد كان عندهم لعيبه خبرات اكتر من السنه اللي فاتت. احنا السنه دي بقى اتغلبنا عليهم في الحته دي، فحتى في الاخر هم اغلبيه الماتش كانوا كسبانين، يعني حتى وقت اخر 4 5 دقائق هم كسبانين، بس قدرنا في الاخر بقى بصراحه بخبرات اللعيبه بتاعتنا وتوفيق ربنا طبعا، ان احنا قدرنا تعبنا واحنا والله قاعدين بره واحنا خسرانين، كنا حاسين جوانا ان احنا هنكسب. فعلا. اه والله يعني عايز اعرف كنتوا بتقولوا ايه كده لبعض، يعني انا الدنيا كانت ماشيه انا ازاي؟ عندي قناعه كده ان احنا كنا هنكسب، يعني احنا كنا بنلعب والله بجد، حتى اللي بيلعبوا يعني ابراهيم جمال بيلعب وعنده سبرين انكل رجله والما جدا، انا بلعب وانا عندي مزق ما ينفعش العب اصلا، مهيب عنده الضمه، غير بقى ان مكانك ايهاب وعمرو ما اتمرنوش، سيف سمير بيلعب لوحده الماتشين، الماتشين تقال قوي في مركزه ما هوش حد تاني، فالكوتش لاعب عيل ولد صغير اسمه عبد الله، يعني هو قد والله كان عنده 17 سنه، والاتحاد فول تيم، يعني الاتحاد مش ناقص لعيب واحد، يعني دي برضو نقطه السكواد بتاعهم كامل كامل وقوي جدا. بالظبط كده، فاحنا جوانا احساس ان احنا كنا هنكسب، فهو في الاخر حتى واحنا خسرانين والله اخر دقيقه كنت متاكد هنكسب. بس ده بيفرق جدا لما يبقى كابتن الفريق برضو عنده الاحساس ده، هو بيحمس اللعيبه اه اللي طبعا حواليه. ده دورك برضو. اه طبعا، احنا كلنا بنتكلم مع بعض في كده، ان احنا انا والله حتى الاجتماع اللي قبل الماتش واحنا مش نازلين غير هنكسب، يعني هنكسب احنا خلاص. السنه اللي فاتت دي زعلتنا قوي، مع ان احنا كنا لسه بنبني فرقه، بس كنا زعلانين، كان نفسنا نكسب اول سنه، فتاني سنه دي طبعا بقى احنا واخدينها بقى لو لازم ان شاء الله ما فيهاش، يعني فالحمد لله دي بدايه عامه، هي دي لسه بدايه، يعني دي اول بطوله ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي بعديها على طول ان شاء كان الله. فيها